وصلنا إلى أهم فقرات البرنامج وهي فقرة الاستضافة، ومع ضيفنا المتميز الفنان التشكيلي مراد سبيع. سيد مراد مرحبا بك وأهلا وسهلا، ويمكن الجو عندك عاد صباح تقريبا، نقول سعد الله صباحك بكل خير. سعد الله صباحكم كمان يعني، وأهلا بك شادي. حياك الله يا حبيب. طبعا أول طبعا ما تأكدش من الزملاء، أنت في أي مدينة حاليا بالضبط؟ في جنوب فرنسا في مدينة إكس. أيوة، يعني الوضع مخبوط هذه الفترة شوية مع كورونا أعتقد، كيف الوضع عندكم؟ والله شوف، لنا أسبوعين تقريبا في الكونفينمنت اللي هو الحجر الذاتي، ما فيش ممنوع الخروج يعني إذا معك ورقة من وزارة الخارجية، بس الداخلية الفرنسية تخرجها معك إذا حبيت تروح تشتري من البقالة حاجة يعني. حلو، يعني الخروج كمان لو بتخرج لقضاء الأمور وأخذ بعض الأغراض لازم ترخيص. لازم ترخيص من وزارة الداخلية وتوقع عليه وتحط الوقت ما يزيدش عن ساعة أو يعني أقل من ساعة يعني. والخروج في ستريكت، في رولز، في قواعد شديدة، وأيضا هذا حدث من انتشار الفيروس. فبدأت تنقص الوفيات يعني طبعا. حلو. طيب اهم شيء انه ضيفنا العزيز ملتزم. لا حلو. طبعا الفنان التشكيلي مراد سبيع يعني غني عن التعريف في اوساط الكثير، وعلى من يعني يمر بشوارع صنعاء سيجد بصمات مراد سبيع، ولكن من لا يعرف مراد يعني هي فرصة للتعريف، لو تضع لنا يعني نبذة عن مراد في جوانب علم عملية وأيضا شخصية. مش عارف أنا كيف أبدأ بهذه الناحية، لكن أنا خريج أدب يعني من مواليد مدينة دمار 87. درست الأدب الإنجليزي في جامعة صنعاء القديمة. وكنت رياضي سابق في الرياضتين الجودو والتايكوندو. انخرطت في الفن مع بداية الألفية في 2001 بتشجيع من الأسرة ودعم منها يعني، ولكن كانت بدايتي كفن الشارع مع الثورة اليمنية في 2012 بالذات، خصوصا بعد الصراع العسكري اللي حصل في أواخر 2011، فكانت البداية في منتصف مارس 2012 يعني بالضبط. رائع. بالنسبة مراد متزوج عنده أطفال ولا لسه؟ لا لسه متزوج حاليا. حلو استمر. الله يستر. طبعا يا مراد، في موضوع الرياضة أنت حدثت أنك لك في الرياضة وفي يعني مارستها إلى حد كبير، هل ما زلت على هذا الوضع ام يعني توقفت مؤخرا؟ لا، انا توقفت اجباريا بسبب اصابات في الذراع اليمنى اللي تحتاج الى عمليه جراحيه يعني، وايضا كسور في بعض العظام في الترقوة، وايضا في التاكل شوي في الفقرات حق العمود الفقري، فلهذا انا خرجت نهائيا من الرياضه في 2000 تقريبا و9 يعني. فإذا حبيت أمارس الرياضة أمارسها بشكل خفيف تجاري. السلام عليك. طبعاً هو الله يسلمك. لا هي إصابات قريبة. أحياناً هو يفترض احتراز صحي وشيء لازم منه، لكن فيما يتعلق بالفن وهو يعني موضوعنا الأساسي، منذ متى كانت البداية؟ شوفي، كانت البداية زي ما تطرقت إنه من 2001 كنت يعني ببساطة كطفل يعني في الصف الثامن أو أرسم بعض الشخابيط، وفجأة الأسرة يعني تكلم على إخواني نبيل وسماح وأمي والوالدة والآخرين شافوا أعمالي فبدوا يدفعون يعني. أقصد إنه، ولهذا دائما أقول هذه الكلمة، إنه لا تستهينوا أبدا بأي كلمة تقولها لأطفالكم، لأنها تؤدي إلى طريق، وخصوصاً أن الأطفال هم في سن حساسة وصفحة بيضاء بإمكانك أنت بالضبط. فبالتالي هذه كانت فقط يعني التشجيع البسيط هذا
حمل معه سنين من العمل، ووصلني إلى ما أنا عليه أيضاً، يعني مع المثابرة والاستمرار والجهد وأيضاً التخطيط الجيد للأعمال يعني. رائع. وأيضاً لكن البداية كانت على الجدران منذ البداية، أم يعني موضوع الجدران كان فيما بعد؟ لا، الجدران هذه جاءت بعد الثورة، يعني إحنا نتكلم أثناء الثورة. هي نستطيع أن نقول أنها أيضاً وليدة الثورة اليمنية، الثورة العظيمة هذه اللي غدر بها مع الأسف، وغدر بكثير من أحلام اليمنيين. لكن تفضل أكمل. نعم. فقط يعني فبالتالي الجدران عندما بدأت كانت فقط عملية، نحن نعرف ما حصل في الثورة بسبب الثورة المضادة وأيضا النظام وما إلى ذلك. فبالتالي انا ما كانش لدي اي حاجه يعني اعملها. اتذكر احنا نتذكر انه كان في اللي صنعاء مقسومه الى نصفين، فهناك بدات يعني بحكم انهم لم يتم السماح لي باي الرسم باي مناطق السيطره، سواء انصار النظام او انصار ما سموا بانفسهم انصار الثوره يعني. نعم. رغم ان الثوره لم تكن بحاجه لانصار، لكن كان في هناك خط فاصل هو الخط الاحمر، هذا هو الفاصل بين القوات. فبدأت هناك لأنه لم يكن هناك أي سلطة تحكم هذا المكان، يعني قرابة 200 متر أو بهذا الحدود في جولة كنتاكي. فلما وجهت عفوية، دعوة عفوية على الفيسبوك، أنا لم أكن أتوقع أبدا أن يكون هناك تجاوب مجتمعي. يعني استمريت في الرسم ومنفرد يعني لمدة أسبوع، وبعد أسبوع أفاجأ بشوف أن اليمنيين انضموا كثير يرسموا، فهذا يدل ايضا دلاله اخرى ان اليمنيين شعب حضاري عميق، يعني على الرغم من الوقت الصعب اللي احنا نمر فيه والفتره الحضيض اللي وصلنا لها، لكن هناك شعب باول ما يكون فيه معه قدره او فيه له فرصه انه توجد هناك سلطه او حكومه او مشروع وطني محترم، سينهض هذا الشعب وسيصل الى السماء يعني. فبالتالي بسبب هذا يعني يتخيل انه اليمنيين كانوا ياتوا ويقولوا لي تعال، يجيبوا الالوان ويجيبوا سواء اصدقاء وصديقات والناس في الشارع، واللي يجوا يعرضوا بيوتهم للرسم الجدران وما الى ذلك، يجيبوا اطفالهم. فهذا شعب عميق عظيم وشعب عريش جدا يعني على الرغم من الظروف سابقا يعني. نعم، لكن مراد يعني موضوع يعني محاربة هذا النوع من الفن وهو الرسم على الجدران، يعني هل منذ البداية كان الأمر يواجه ب يعني منع وبوتيرة عالية منذ البداية، أم أن الأمر أخذ في التدريج إلى أن يعني تم التضييق عليكم بشكل نهائي؟ شوف، خلينا نتحدث بموضوعية وأيضا نفصل بين المضايقات. في هناك تعليقات، يعني في كل عمل عندما تكون بعمل عام في الشارع فلا بد أن تلقى تعليقات، لكن هكلمك أنه نسبة 99 أو 98% من التعليقات اللي كنا نواجهها هي إيجابية ومدافعة، تمام؟ فيجب أن نركز على الجانب الإيجابي، لا نظهر 2% أو 3% بأنهم نحول المجتمع ونجرمه ونجعله يعني لا يسوى بسبب هذه العينة. أكيد هناك كانت في عينة، لكن أنا أتكلم عن مضايقات. المضايقات هي كانت من السلطة ولم تأتي من السلطة. نحن المجتمع. نقصد هنا من السلطة، يعني كيف تعاملوا معكم منذ البداية؟ يعني كان الوضع يعني صعب وكنتم تلاقون مضايقات منذ أن بدأتم في هذا الأمر، أم أن الأمر يعني أخذ في التصاعد إلى أن وصل أنكم وجدتم أنفسكم لا تستطيعون ممارسة أي نشاط؟ لا، أنا أتفق معك بهذه الناحية، السؤال وجيه، لأنه في البداية كان في مانع، في ما فيش يعني في الحدود، ما فيش تركيز تماما على فن الشارع بأنه حاجة يجب أن احنا نمنعها، تمام، أو أن تكون تحت يدنا. يعني الآن في 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 ضغط شديد جدا على ما أي شخص يمارس فن الشارع، خصوصا في السنتين الأخيرتين اللي كنت فيها في اليمن. كان في ضغط شديد جدا علي، لم أستطيع أن أتحرك بحرية، وحتى المواضيع اللي كنت أنا أحاول أن أناقشها لم يعد هناك مناخ كما كان الموجود في ما بين 2011 إلى 2012 إلى 2014.
اللي كان في حرية، اليمنيين كانوا يعبروا عن يعني عن آرائهم ويستطيعوا أنهم يتحركوا بحرية. فمنذ مجيء الحرب ومنذ اجتياح المدن من قبل الميليشيات والحرب اللي قادتها السعودية وحلفائها أيضا، يعني خلاص ألغت أي فرصة لليمنيين بأنهم ينهضوا يعني أو أنهم يستطيعون يعبروا. فعلى أي حال أكيد كان في هناك مضايقات، طالما أنت تمس رموز في السلطة أو أنك تناقش قضايا حساسة لا يريدوها، فأكيد ستكون هناك مواجهة يعني ضدك يعني بأي جميل. طرق. طيب مراد ابقى معي قليلا، نذهب الآن لمتابعة جانب من أعمال مراد صبيع خلال الفترة الماضية نشاهدها سويا. إذن هذه كانت بعض من أعمال الفنان مراد صبيع. سيد مراد، يعني فيما يتعلق بالمضايقات التي لقيتموها في فترة معينة، هل وصل الأمر إلى الاعتداء؟ يعني هل تعرضتم في مرة من المرات إلى اعتداء؟ شوف، من ناحية السلطة في لها وسائلها يعني. يعني مرة تم، لأنه أثناء الحرب قبل ما يعني في فترتين بالنسبة لفن الشارع، ما قبل الحرب وما بعد الحرب، تمام، أو يعني أثناء الحرب وما قبلها. أثناء الحرب المضايقات كانت شديدة جدا، تمام، فإحدى المرات تعرضت للقبض يعني الاستجواب في شمال صنعاء، عندما كنت أنوي أن أنا أنطلق أنا ومجموعة من الزملاء اللي يرافقوني عشان نرسم في مدرسة. نعم. كنت قد تواصلت مع أهاليها عشان لأنها تعرضت للقصف يعني، ولكن وصلنا إلى نقطة في بني حشيش قبل ما نوصل لبني حشيش في شمال صنعاء، ولما كنا أعرف أنه المسافة اللي كانت تفصل هذه المدرسة المنطقة عن النهم هي أقل من 2 كيلو تقريبا، وبالتالي كانت منطقة تعزيزات، فقبض علينا وتم استجوابنا، ويعني خرجنا كل حتى الأفلاس اللي كانت موجودة في الجيوب يعني عشان نفضي يعني، فاستجواب بكل، وتم توقيعنا على لايك مع التعهد وأنه لن نمارس أي فن بدون يعني إذن منهم. فبالتالي كانت هذه الناحية. وأيضا في مرة من المرات في 2018 لما نزلت عدن، حاولت أن أنا أرسم هناك جدارية، لكن مع الأسف كل المطابع عندما كانت ترى العمل، لأنه في ضغط برضو مراقبة شديدة جدا، عندما كانت ترى العمل كانت ترفض الطباعة أو يتحججوا بأنه الطابعات خربانة على يد حال، لأكثر من 7 مطابع على يد حال. فبالتالي هذه كمان من المضايقات، أنه أصلاً في رقابة أيضاً حتى على كيف أنك تحصل على المواد أو أنك أنت تشتغل عليها. كثير من المرات رسمت مرة أمام البنك اليمني، المركز البنك المركزي، وايضا حصلت مضايقات هناك، وايضا حصلت مضايقات في تعز عندما رسمت في منطقه صالة وتم استجوابي ايضا، وكان معي مجموعه من الاصدقاء، وتم سمح لنا بعدين بالرجوع لصنعاء على شرط انه ما استكملش رحلتي الى وسط المدينه، لانهم عرفوا انه كان لدي اعمال اخرى انوي تنفيذها يعني. إذن هو واقع مؤسف للغاية. ولكن يعني مراد، ما هو أهم عمل يعني ما زال يعني مراد يجد أنه قضى تجربة خاصة مع هذا العمل وما زال هذا العمل عالق في ذهن مراد؟ هو سؤال صعب شوي. بالنسبة لي اللي عالق في ذهني هي اللحظة الأولى اللي أتذكرها بأول حملة أطلقتها يعني، لأني كانت هي البوابة
اللي فتحت هذا كله، يعني بسبب انه اليمنيين انضم يعني تدفقوا كثير للحمله، وايضا ساهموا، واليوم اصبح هناك مشهد فني بسببهم يعني. وسبب اتذكر بس لحظه بسيطه عندما رجعت للوراء من الجدار، وانا بعد ما كنت ارسم رجعت بس للوراء والتفت يمين ويسار واشوف بس عشرات الامتار من يعني من المسافات هذه، والناس يرسموا على الجدران اطفال وكبار، وهذا المشهد لم يترك مخيلتي حتى هذه اللحظه بعد 9 أعوام من اول حمله اطلقتها. يعني مشهد مهيب، وهذا هو فقط جميل. لكن اما من ناحيه مراد فيما يتعلق بالرسم، يعني ايهما افضل بالنسبه لك، عبر الورق ام عبر الجدران؟ لا، احب الجدران الان اكثر. هناك معنى وهناك قصة أيضا يعني، وخصوصا جدران الحرب يعني. أعتقد أن وجود الفن في مكان زي اليمن، مكان صعبة، والمكان له رسالة أعمق وله معنى أشد وله وقع أفضل أجمل يعني، حتى يعني لأنه هناك مواجهة الموت في فن أيضا يعني، محاولة للحياة والأمل والسلام يعني. نعم. هل وجدت مراد يعني جيل جديد في اليمن يعني يهوى هذا الفن، وأيضا هذا الفن يعني لاقى قبول وانتشار في أوساط الكثيرين؟ طبعا يعني الآن في معك بعد هذه الحملات، لأن الحملات فتحت باب جديد بالنسبة لثقافة ناحية فروع الفن وفن الشارع في اليمن يعني بشكل أوسع. أكيد الفن موجود من سابق، فن الشارع هو موجود كجرافيتي من تاريخ قديم من آلاف السنين، لكن بشكله الحديث الحملات فتحت باب كبير مهم لليمنيين الآن، فأصبح الآن جزء من النسيج الثقافي اليمني هو فن الشارع. لم يعد غريبا بالنسبة لنا الآن عندما نرى واحد يرسم في الشارع اليوم، وهذا أمر جميل جدا. اليمني بدوا يتفاعلوا، يشوفوا أمر طبيعي. تمام. أيضا الحملات فتحت باب، وبحكم أنه كان معنا مشكلة في المدينة اللي يعني خصوصا في صنعاء وفي عدة مدن ما فيش أكاديميات فنية، فأصبحت الحملات أيضا زي المدارس. حتى يعني ممكن أنت تلاحظ وكثير مننا لاحظوا أنه ما هيش رسومات محترفة، هذا أمر طبيعي لأنه لا نملك إحنا مقدرات فنية وليس لدينا أكاديميات، ولكن أصبحت هذه الناس بدأوا يتعلموا على الجدران أيضا. نعم. فأصبحت مكان. نعم نعم. لكن مراد يعني وجدنا أيضا أنك يعني حاولت أو عملت على نقل هذا الفن إلى الخارج، يعني منذ فترة قصيرة ألاحظ أحد التقارير في القنوات التلفزيونية العالمية يظهر مراد وهو يرسم جدارية في أحد الشوارع، لا أتذكر في فرنسا أم في بريطانيا، ولكن يعني هي ملفتة أن مراد أيضا حاول أن ينقل هذا الفن معه إلى خارج اليمن. هو أنا أتفق معك، أنت تتحدث على الحدث السنوي اليوم المفتوح للفن، وهو يقام في عدة سنوات حول العالم. مع الأسف هذا العام كان مفترض يقام في 5 مدن، منها باريس وداكار في السنغال وأيضا مدغشقر، لكن بسبب الحظر أقيم فقط في تعز وعدن، لكن قبلها يقام أيضا أقيم في مدينة ريدينغ في بريطانيا. هو أيضا محاولة لبناء جسر فني يجمع الناس يعني بمختلف ثقافاتهم. أقيم الحدث أيضا في ساوث كوريا، نتكلم على مدينتي غوانغجو وسيول العاصمة. أقيم في الهند في لوديانا، أقيم في باريس عدة مرات كمان، أقيم في مدغشقر، أقام في عدة كثير من المدن اليمنية، وهناك كثير من المدن مع الأسف ما عاد يسعفنيش أتذكرها الآن خارج. نعم. لكن الرسمة التي يعني قام بها مراد في أي منطقة بالضبط؟ يعني أنا شاهدت تقرير تقريبا على البي بي سي وهناك جدارية تنفذها، لا أدري هل هي في فرنسا أم في بلد آخر. في عدة جداريات يعني، أنا مش عارف لأنه أنا أرسم تقريبا يعني هناك أكثر من رسمة في فرنسا قمت بها.
في فرنسا لحد الآن نفذت 4 جداريات وخمس جداريات في لندن في بريطانيا من 2016، ونفذت جداري تقريبا في إيطاليا. في هناك كان هناك فرص كثيرة جدا أنا أتحرك، لكن بسبب البرنامج وهنا في لم أستطع التحرك يعني بسبب انشغالات مع البرنامج. نعم، إذن جميل مراد. فقط يعني كنا نتمنى لو كنت في اليمن حاليا يعني مع انتشار كورونا، يعني لو كان هناك حملات ورسم لهذا الفيروس لعل الناس يعني يخافون قليلا ويقروا شوية في البيوت كما يقال في العامية. يعني الوضع سيء للغاية حاليا هناك، يعني لا يوجد أي التزام. لا هناك الآن فنانين جميلين في اليمن، يعني أصبحوا لديهم المؤهلات بعد يعني، فالآن ما فيش فنانين شباب وموهوبين سيقوموا بالدور يعني أفضل مني. نعمل ذلك، نعمل ذلك، نعمل ذلك. نعم نعم. كلمة أخيرة تستطيع قولها مراد من خلال الحلقة؟ بس أنا أتمنى أن اليمنيين عليهم جميعا أنهم يأخذوا الأمر على محمل الجد، لأنه كورونا هي حول كورونا، يعني لأنه حال ما يدخل اليمن، إحنا نتكلم على دول عظمى لديها كل الإمكانيات، بدأت شبه وكأنه بداية انهيار في النظام الصحي تبعه والنظام الاجتماعي أو الصحي. فاليمن لو دخلها الكورونا هو ما بيخرجش، يعني إذا الحرب الآن أصبحت منسية بالنسبة للعالم، أصبحت منسية بالنسبة لنا، فعلينا أن احنا نأخذ مسألة كورونا على محمل الجد ونحافظ على أنفسنا يعني. وحمى الله الجميع. أشكرك جزيلا فناننا الجميل مراد سبيع، كنت معنا من فرنسا، شكرا جزيلا لك.